بدي ربي ابني على طريقتي. ماشي ابوك عمل معنا معروف، جابه وشغلك كتر خيره ما قصر، بس انا اللي بدي ربي ابني وما تناقشني بهالموضوع. ماشي ملك ماشي خلص. ايه لا تجني هيك، انت اللي رح تربي ابننا، فهمت؟ خلصنا. بس يلي ما فهمته ليش شاهيناز خان ومداخت ووقعت بهالطريقة. ايه ما تهنينا بالعشاء؟ بتحب لف لك سندويشة؟ هلأ هنن بلفولي. لا لا رح لف لك ياها بإيدي. يا عيني عليكي بتضلك نشيطة، لك عدي وارتاحي لك شوي. لعبتوا لعبة وسخة. طلع بيعرف بالموضوع، ومو بس هيك خطط معك ضدي، مشان هيك انتقلتوا لعنا على البيت. صدقيني أنا ما كنت بعرف إنه بين الحب والكره في خيط رفيع. بتمنى ما تعيش بالظروف يلي أنا عشت فيها جود، لا الحلوة ولا البشعة. انت عم تضيع عشرة عمرنا بلحظة واحدة لهالدرجة؟ انا رخيصة بنظرك؟ رح تدفع الثمن غالي، وغالي كتير. يعني شو بدك تعملي لسا؟ حياة كم شخص رح تدمري شاهيناز؟ فيني اقول لعالي انه هالمخلوقة هي امه مثلا؟ إذا أنا تاني مرة بسمع هالحكي من تمك، فشوفت نورة رح أحرمك منها. هاي آخر مرة بحذرك، لا تجبريني أعمل هيك شي. انتي طلعتي وحدي واطية وما بتستحي، كان حلمك انك تاخدي مكاني بيوم من الايام، صح؟ انتي من يوم يومك عم تخططي لحتى توصلي لهاللحظة. ما في داعي للخوف، عيني مانا على مكانك. انا كل الوقت كنت عم تحسر على ابني مو على جوزك. احكي هالحكي لوحدة غيري. ليكي زاهدة، أنا بوعدك إني حاسبك على عملتك وما رح أسكت لك، ولما تنزلتي برات هذا البيت ما رح تلاقي حدا يمد إيده ويساعدك. ما رح أسكت لك زاهدة، ما رح أسكت لك أبداً. التاكسي رح توصل بعد شوي، باقي الاغراض ببعث لك اياهم. انا نازل هلا على الفطور، وانتي بتمشي من هالبيت بكل هدوء ومن غير اي شوشره، مفهوم؟ صباح الخير. يا صباح النور. عفوا منك،
انت رح تفطري هون؟ يعني اذا ما عندكم مانع بفطر معكم. شو هالحكي؟ اهلا وسهلا. توقعت انه عدنان بيك ما رح يخلي الست نازلي تفطر معنا، فكرت رح تفطر برا. انا ما بفرق عنكم، فليش ليطلب هيك شي؟ والله هيك خطر على بال اسيل. اسيل قومي جيبي صحن وصبي كاسة شاي، قومي تحركي. عفوا انت ما عندك اولاد؟ عندي بس بعاد عني. عدنان بيك بيحبك كتير وبيحترمك، متعرفين على بعض جديد؟ منعرف بعض من لما كنا صغار. انت وعدنان بيك في شي بيناتكن؟ يعني قصدي حبوا هالقصص. نازلي خانم رح تفطر معنا برا. بترجاك عدنان بيك، خلص أنا بفطر هون. إذا بدك تعيشي بهذا البيت رح تعيشي حسب قوانيني أنا، اتفقنا؟ يلا صحتين وهنا. على قلبك. لي سنين بشتغل بهالبيت، بحياتي ما شفته اهتم بالخدم كل هالقد. كأنه عدنان بيك حاطت عينه على هالست. أنا من هلأ بلشت شك فيهم. بهذا البيت رح تنقلب كل الأمور، بكرة بتشوفوا وبتقولوا ليلى قالت. أنت عم تدلل الخالة نازلي لأن قرايبتي شي؟ لوين شاهناز خانم؟ شو مسافرة؟ شاهناز خانم رح تترك البيت، اتخذنا قرارنا رح نتطلق. كيف؟ انتو قررتوا تتطلقوا؟ مع الأسف ايه، شاهناز خانم رح تترك البيت، فيكن تودعوها هلأ. عفواً عمو، هالقرار له علاقة فينا؟ لا انتو مالكن اي علاقة، لا تحسوا بالذنب بنتي، ما دخلكن، فيكن تسألوها وهي بتجاوبكن. صح كلامي شاهيناز؟ يلي عم بيقولوا عدنان مزبوط. يعني عن جد خلاص رح تتركينا وتروحي؟ ما في داعي تزعلوا علي بنوب. ايه عن جد نحنا رح نترك بعض، وأكيد المتضايق مني صار فيه يرتاح، بس يمكن نرجع نلتقى من جديد، ما بتعرفوا. ما في داعي تكتري حكي، اختصري. جود دير بالك على نورة بغيابي. أكيد. خاطركن. القرار قرارك ولا قرار بابا؟ قرار مشترك أخذنا بالاتفاق. يعني أنتوا ما عاد متحملين بعضكم؟ إذا إيه ليش اخترتوا هالوقت بالذات؟ الصبر له حدود يا ابني. يلا خلونا هلأ نكمل فطورنا. ليكون في وحدة تانية بحياتك بابا؟ بحياتي ما حبيت غير ست وهي أمك، ما حبيت غيرها أبدا، وما كنت مضطر خبي مشاعري صدقني، وحتى شاهيناز كانت بتعرف. صحتين على قلبكم وعقلبك.
برأيك التوقيت صح عدنان بيك؟ يعني وضع نورة ما بيتحمل انفصالي أنا وأمها ما رح يدمر أبدا. نورة مانا طفلة، مانا بحاجة غير إلك لتوقف جنبها وتحميها. نورة بحاجة لتكون مرتاحة هاي الفترة. أنا خايف على نورة وبدي الأحسن لمصلحتها. ممتاز. تفضلي. يسلم وشكرا إليك. تع تع يلا جيبها. هو ألو. مرحبا بابا. أنت وأمي رح تتطلقوا؟ من وين عرفتي بالقصة؟ جاوبني على سؤالي. أمورنا مو منيحة. بس أنت لا تشغلي بالك. مو على أساس بتفكروا فيني؟ مو على أساس كنتوا رح تعملوا كل شي كرمالكم أنا منيحة؟ جبتوني على المصح لحتى تنفصلوا أنت وياه؟ نورة لا تفكري بهي الطريقة. كان في مشاكل بيناتنا من زمان وما قدرنا نلاقي لها حل. مو أنت قلتلي إنه العيلة أهم شي عندك؟ مو كنت تقول إنه لازم نبقى مع بعض؟ ليش كذبت علي؟ ليش تضحكت علي؟ أنا ما ضحكت عليكي. كل شي وعدتك فيه تأكدي إني رح ساوي، وكل شي ما شفتي لسه رح أقدم لك إياه. ما ضل أي حاجز بيناتنا. بوعدك نعيش حياة حلوة ماشي؟ أنت بس طيبي وما تفكري بأي شي، فكري بصحتك وبس ماشي بنتي؟ بنتي أنت غالية كتير على قلبي. رانيا سامي تعالوا لعندي. أهلين شاهيناز خانم. أهلين مدام. يعطيكم ألف عافية. من اليوم خلص ما عاد لكم علاقة بهي الجمعية. بس شاهيناز خانم. رح تقبضوا تعويضاتكم. يلا يا ريت تضبوا غراضكم فورا. وانت سامي عطيني مفاتيح المكتب. تفضلي يا خانم. فيكم تتفضلوا. شكرا كتير. بالإذن. ياكي ماما بدي ضل معك، ما بدي روح. ما فيك يا روحي، هذا المكان ما بيناسبك، لازم تروحي. ماشي عايشة؟ نعم. بس ماما أنا بدي ضل معك. الله يوفقك خليني هون. خدي يا وروح. يلا يلا يا بنتي. بدي ماما يلا. بدي ماما بدي ضل عندك. تعالي يا حبيبتي. ما بدي روح. ما فيك تضلي هون لأنه ما بيسمحون. بدي ضل عند الماما. هلا منلعب أنا وياكي. ما بدي ضل عند ماما. لا تبكي حبيبتي خلص لا تبكي. بنتك حلوة كتير. شو اسمها؟ اسمها إيلول.
بس ما بدها تروح. مع حق، بتكون عم تشتاق لك كتير. إما مدمني على الكحول، ما بدها هيك. لو كان عندي بنت حلوة مثلك كنت رح أتعلق فيها ورح كون قوية مشانها. كان رح يجيني بيبي صغير بس راح. انتي مو ناقصك شي، عندك بنت وفيكي تعيشي مشانها. بس القصة مو بإيدي، أنا مدمنة على الكحول، مو قدراني أترك. حضرتك مدمنة كمان؟ مو مدمنة، أنا هون لأنه بسرق، واللي شافوه أمي وكمان أبي وجوزي إنه لازم يجي وتعالج لحتى أقدر أخلص من هالمشكلة ولحتى أعيش حياة طبيعية. لما ما بيكون في مين نعتمد عليه حتى الريشة بتكون تقيلة علينا. حضرتك كمان عندك مشكلة وجاي لحتى تتعالج هون؟ لا، جاي لهون كرمال صديقة لألي، صديقة عم تتعالج وأكيد عن قريب رح تطيب. أنا ماشي. الله معك. بشوفك. شي حلو. إن شاء الله صديقتك على طول تضل متذكرة كلامك. صدقيني مو مشكلة، حتى لو انك ما تذكرتي كلامي، المهم عندي اني اشوفك واقفة على رجليك من اول وجديد نورة. طيب، من الوقت يلي بتحب صديقتك كل هالقد رح يطلع بايدك تضل بعيد عنا. انا طلع بايدي وقبلت كمان، بس أكيد هلأ مستحيل. بس هي ما كانت عم تشوف وما قدرت تنتبه للخير والحب يلي جواتك كل عمرها. هلأ المهم عندي أنها تنبسط وتضل عم تضحك على طول، وأنا ما بدي شي تاني. أوعك تستسلمي نورة، الإنسانة اللي ما قدرت إني أتزوجها ما بدي إياها إنها تكون لعبة بإيد حدا. اليوم إلقاء القبض على النائبة هنادي أردام بتهمة الكسب غير المشروع والتعامل بالرشوة، وقامت الصحافة برصد ذلك ثم تسرب ذلك الخبر للإعلام، بالإضافة إلى تهمة التعاون مع رجال المافيا والعمل معهم. قرارك بخصوص الطلاق فاجأني كتير. من فترة طويلة ونحن عم نحاول نخبي مشاكلنا عنكن مشان ما تتأثروا. شو كانت مشاكلكم؟ إذا بتحب تحكي أنا جاهز أسمعك. بالزواج فيك تغض نظر عن شغلات كتيرة جود، بس في شغلات ما فيك. قلت لي اني بشبه حضرتك، تتذكر ما؟ شاهيناز خانم سامحتك على الماضي ونورا كمان، مو يمكن شاهيناز خانم تستحق منك فرصة تانية؟ زواج مبنى على الكذب ما في له مستقبل صدقني، والحل المناسب له الطلاق.
أكيد الأخطاء من الطرفين، يعني منك شوي ومنا شوي. يمكن معك حق، بس ما بتزبط بحالتنا لأنه اللي صار كبير. طيب أنت كنت جاي تقلي شي؟ إيه، هذا أكرم، أكرم أكسوي طلب مني معلومات بتخص شركتنا. أوكي أعطي، وخلينا نلعب معه على طريقته. أنت وأكرم شو مشكلتكم بالضبط؟ ها؟ أكرم رجال غامض وضل محبوس فترة كتير طويلة. ليش؟ لأنه اشتغل لحساب ناس أسوأ منه. بالوقت اللي كنت أنا مأمن فيه طعني بظهري ومشي، وكرمال هيك حميت حالي منه. بس كان يشتغل لحسابك، حكي صح؟ مدام حابب تعرف بجاوبك، أكرم من سنين طويلة كان بده أمه لعلي، وكرهني كتير بسبب موضوع زاهدة. هي هي القصة كلها. يعني خلافكم بسبب ست، وهلأ حابب إنه يكسرني بإنه يكسبك لصفه. كل عمره بيحاول يحط علي وحدة، ورح يحاول يستغلك ويستغل عيلتك وموت أبوك. أصحك تمشي عليك، أصحك. بدي أسألك وحابب أتأكد من شغلي، الست يلي جبتها على البيت هي أمه لعلي؟ لا، ما أنا أمه لعلي. صاير ما عم صدق امتى بيخلص يوم العطلة لحتى ارجع على الشغل بالشركة. بتطلعي مشوار الطقس حلو كتير؟ حبيت الفكرة. لا تأخذوني على الإزعاج. لا ما عم تزعجينا خالي نازلي. تفضلي عادي. لا بلا ما أقعد. تفضلي تفضلي. لا ما بيصير، تفضلي. يعني شو التحضيرات اللي بتحبوا أعملها؟ حابة أعرف إذا في شي محدد ببالكم. يعني شو بدنا نحضر للولد؟ شو يعني؟ بصراحة بابا مبسوط زيادة، مو عارفان شو يعمل. شو بدنا نحضر لولد لساته ما خلق؟ ها؟ منتعلم كرماله لغة تانية؟ شو رأيك؟ علي كان قصده يقلك إنه بكير مفكر بهالأمور. أنا أكيد رح أحتاج للمساعدة، بس ما بعرف من وين لازم نبلش. والحمل بيني وبينك تعبني، ولسه بكير كتير على الولادة. للأمومة طعم تاني. الرابط بين الأم وابنها بيبدأ من أول لحظة من تشكل الجنين. بعدين ما فينا ننسى إنه هذا الرابط بين الطفل وأمه مستحيل يختفي. ولما تموت الأم كمان الولد ببلش يحس بالوحدة، بحس حاله ضعيف، خاصة إذا خسر أبوه كمان. كأنه حكي ضايقك. لا، أمي ميتة من زمان. العوض بسلامتك. أنت عندك أولاد؟ عندي، بس بعاد عني هلأ. إن شاء الله تجتمعوا سوا. شكراً. هذا عمو نزار رفيق بابا، إن شاء الله يخبرني أخبار منيحة عن بابا. ألو، يعني كيف بدي يكون برأيك؟ أنا ماني منيحة عمو. من لما حكيت معك ما عم لاقي. كنت كتير تشوفيها لأمي؟ ايه، يعني لفترة. انا بتذكر فترة طفولتك. عن جد؟ انت وخالي رشاد الوحيدين اللي شهدتوا على فترة طفولتي.
أنا ما عندي أي صور، لهيك ما بعرفها أبدا. مرة سألت خالي عن صورة لأمي وقال لي إنه ما عنده. ما في صورة لأمي موجودة عندك؟ ما عندي ولا صورة. أنا سافرت على ألمانيا قبل ما تتوفى، وما صار مناسبة لحتى نتصور مع بعض. فهمت. رح انزل لتحت بالإذن. شو قال عمو نزار؟ حكى هو وبابا. ايه بابا هلأ عم بيبيع يا نصيب. شو هالحكي؟ خلص لا تزعلي، المهم هلأ اطمنا عنه ورح نركز أكتر على هالقصة لحتى نعرف كيف بيشتغل ومع مين ووين، يعني لازم نفهم كل شيء. محمد عم تجي لهون لأنك عم تشفق علي؟ لا أكيد مو هيك. ليش مين منا طبيعي وما عنده جانب مريض بشخصيته؟ مين فينا كامل؟ جاوبيني. يلا اطلعي حواليك، كل حدا هون عنده قصة، قصة بتخصه مخبية جواته. فهمتي علي؟ محمد أنا ما بدي إياك تتأمل بأي شيء مني. إذا كنتي متخيلة إنه إلي مصلحة معك، لا اطمني ما في أي مصلحة. كل القصة إنه بدي إياك تفضفضي لي شوي وترتاحي كمان. نورة أنت أقوى بنت شفتها بكل حياتي، اوعك تنسي هاي الحقيقة. أنت مكانك مو هون أبدا نورة. تذكري إنه المخبى جواتك حلو كتير. رح أتذكر ورح أحاول إني أرجع قوية كمان. إذا احتجتيني تليفون واحد وفورا بتلاقيني قدامك. يلا بخاطرك. قلي محمد انت شو عم تعمل هون؟ كنت عم زور نورة. وانت ليش لحتى تزور مرتي؟ ناطر تاخد فرصتك وتزبط امورك؟ مرتك انت بتكون صديقتي إلي. ليك انا بعرف انك من زمان بتحبها لنورة. اسمعني منيح، انا اجيت لهون بس كرمال اني اطمن على نورة. هاي اخر مرة بتجي. انا بعتذر، صديقتي بحاجة لحدا يوقف جنبها وهي بتحبك كتير. بدال هالحكي الفاضي يلا روح وقف جنبها.
مرحبا. أهلا جود، كيفك؟ منيح. جبت لك من الحلو اللي بتحبيه. شكرا، بس عاملة ريجيم. كيف صرتي هلأ؟ حاسة حالك أحسن من الأول؟ ايه يعني، لما كنتوا تسألوني كنت جاوبكن رفع عتب، بس هلأ عن جد عم حس حالي عم اتحسن، يمكن لأني كنت بحاجة لشخص يهتم فيني، لشخص يحبني من كل قلبه. بس بالنهاية أنا هون وأكيد رح أتحسن. انت كيفك؟ كيف الوضع بالبيت؟ البيت بغيابك مو حلو هادي. منيح، معناتها ريحتوا راسكم. انا كتير فقدت لك، كأنك لما بعدتي عني تحسنتي كتير. ليش لكذب عليك جود؟ هذا اللي صار فعلا. نورا، انتي لساتك مفكرة انه نحن بسبب خسرنا الولد؟ هيك فكرت، بس بهذا المكان الواحد عنده وقت يفكر بكل شيء وتفكيره بيكون مختلف. مو انت السبب، مع أنه أنا كان بدي إياه أكتر منك جود. أنا كان بدي إياه، كان بدي الولد، صدقيني. وهلأ بدي إياكي تطيبي وتطلعي من هون عن جد. بس هون بالمصاحب يقولوا لي أني تعبت بسبب زوجي، شو رح نعمل برأيك؟ أنت عم تمزحي مو؟ ليكي، أنا بعرف إني كتير قهرتك وجرحتك، وأنا آسف، بس لما تطلعي من هون رح صلح كل شي بوعدك. لما بعدت عنك قدرت شوف شغلات مو شايفتها بنوب. هون صحت لي فرصة راجع حياتنا اللي عشناها سوا. رح يكون كل شي حلو نورا. اي منشوف. ليش هيك عم تطلع فيني؟ لأنه اليوم شايف عيونك حلوين وأحلى من أي يوم. ما بتأخر، طالع أتمشى شوي. فيني أطلع معك؟ مناكل لقمة برا ومنحكي. أنا هون بس كرمال علي، لا تنسى هالموضوع. مو نسيان، بس أنا حابب أني بلش كفر عن ذنوبي زاهدة. مو أنا هلأ جنب ابني؟ هالشي بكفيني. ولا يهمك، رح ضل استنى أنك تسامحيني لآخر يوم بعمري. بالإذن، أنا طالعة. مع السلامة نورا. كثير بتسلم عليك. وكيف صارت؟ منيحة ووضعها أحسن. نورا، أنت بتحبي؟ الرابط اللي بيناتنا مو الحب. لا، مو هذا قصدي بالسؤال، لأي درجة بتحبي؟ ما فهمت. طيب ممكن توصفي لي شو الحب؟ شو هو بنظرك؟
أنه تكونوا سوا بكل الظروف، ولو صار أنه تركك ومشي تتمني له الخير دايما، لأنه إذا ما عملتي هيك بتصيري تشوفي كل شيء أسود. الحب أنه تضلي عايشة بأمل أنه ممكن بيوم يرجع لك، ولو لف الدنيا كلها إذا بيحبك بيرجع. في شغلة أهم بكتير من الشخص يلي منحبه، هي كيف الطريقة يلي منحبه فيها. يعني يلي حاسة فيه هو حب ما له قيمة؟ ما في عاطفة ما له قيمة، بس إذا أذتك لازم توقفيه عند حدا. جود مانو من النوع يلي بيحب بسهولة، ولما لقيتي صعوبة بالتواصل معه تعلقتي فيه أكتر. برأيك هالشي منيح؟ هالشي بيناسب نورة؟ سألتي حالك هالسؤال؟ أبدا، بس جود كان كل شي بالنسبة لي. فهمانة عليكي، بس تعلقك بجود رح يختفي مع الوقت. طلبت نلتقي وهي اجيت شوفك. لك انا واحد بنت ركب شافت رسالة زاهدة، مالي اي قيمة عندك معقول؟ انت ليش ما عم تفهم علي يا اكرم؟ كل حياتي من هلا ورايح هي ابني علي، لا انت ولا عدنان. مستحيل اعيش بعد هلا الا كرمال ابني. وانا شو من شاني؟ كل الحسرة يلي عشتها وكل هالقهر كرمال شو؟ كرمال تتركيني وترميني بالآخر؟ بس أنا ما رميت حدا أبداً، قلت لك هالحكي من سنين طويلة ورح أرجع عيده. أنا كل عمري بعتبرك أخي كبير، هيك حبيتك وهيك وثقت فيك وما حسيت بأي شي تاني تجاهك. والله؟ ولساتك كل ما بتشوفي عدنان بتنبسطي؟ لو سمحت أكرم، أنا تعبانة ومو وقت هاد الحكي هلأ، لا تتأمل على الفاضي. عدنان ما دور عليك ولا مرة واحدة، بس أنا كرمال إني لاقيكي روحت حياتي، كل لقمة أكلتها بلاكي غصيت فيها. انتظرت هداك اليوم يلي تقولي فيه رجعت لك أكرم وبديك. معقول هيك تعملي فيني؟ يعني قدري إني لاقيكي متأخر وإخسرك بعد ما لقيتك؟ قدرنا نحن الاثنين هيك انكتب. إيه بالزمانات عشقته لعدنان وحبيته، حبيته من كل قلبي، بس تعذبت كتير كمان لأنه انتي ما شفتي وشه الحقيقي، ما عرفتي عدنان ووساخته أبدا. هاد الحكي ما عاد إله معنى، وفي شغلات بحياتنا مستحيل إنه نقدر نغيرها. عدنان بيكون أبوه لابني. رح تشوفي يلي اسمه عدنان، رح أرجيكي بعينك قديش هو واحد واطي ووسخ وانتهازي كمان. عدنان كولكاي، المساء الساعة 6، ناطرك بالمكان القديم تبعنا، مفهوم؟ تعال.